السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. شيخنا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. انا زوجي متزوج بأخرى، الحمد لله رب العالمين، اختي ديانة حسبها على خير، لكني لا احب ان اجتمع معها في مكان، يعني هذا يسبب لي غيرة وانا اتزوج. لست بملزمة، لست بملزمة، لست بملزمة أن تجالسي ضرتك. زوجي يتهمني دائما بأني أبغضها لأني لا أحب أن أتواصل معها. زوجك رجل جاهل بمعاملات النساء، وليس من حقه أن يجبر الضر على البقاء أو على الذهاب لضرتها الأخرى، ليس من حقه ذلك أبدا. جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. الله يكرمك.